السلام عليكم ورحمة الله، معكم ست مريم من قناة أبسط طرق للتعلم. وصلنا إلى الدرس الثالث، الأعداد ضمن الملايين، رياضيات الصف الرابع ابتدائي. راح نقرأ بهذا الدرس المفردات القيمة المكانية والصورة التحليلية والصورة اللفظية. نبدأ بالأمثلة. هنا نمثل عدد البراميل بجدول القيمة المكانية ثم أكتبه. إحنا هنا الطالب لازم يعرف شلون يسوي الجدول، جدول القيمة المكانية. إن هنا يقسم الجدول، هنا عندنا أول شيء الوحدات، هذه الوحدات، هذا فصل الوحدات، بعدين فصل الألوف، بعدين فصل الملايين، فصل الوحدات، وهذا فصل الألوف، وهذا فصل الملايين. الوحدات شنو بيها؟ بيها آحاد، عشرات، مئات. هذه آحاد، عشرات، مئات. الألوف كذلك آحاد، عشرات، مئات. الملايين آحاد، عشرات، مئات. هذا انقسمه بهذا الشكل، يعني هنا هذه الآحاد وهذه العشرات والمئات، هذا فصل الوحدات بآحاد، عشرات، مئات. هنا عندنا الألوف كذلك قسمه آحاد، آحاد، عشرات، مئات، والملايين كذلك بآحاد وعشرات ومئات. هذا هو جدول القيمة المكانية، الوحدات والألوف والملايين. كل وحدة، كل فصل بآحاد وعشرات ومئات. هسه نجي للعدد الموجود بالجدول. هنا عندنا شقد؟ هنا عندنا فصل الألوف، هذا بالأخضر هو فصل الألوف. شقد عندنا بالألوف؟ 25,000، 25,000، 25,645، هذا هو العدد، 25,645. من هنا مسويها محلل العدد بالصورة التحليلية. هنا الخمسة بالآحاد تبقى خمسة، أربع عشرات يعني أربعين، أربع عشرات يعني أربع عشرات، أربعين. ستة مئات يعني ستمية، هذا التحليل، ستة مئات، ستمية. هسه نجي للألوف. هنا خمسة بالألوف يعني شقد؟ يعني 5,000. اثنين عشرات الألوف يعني 20,000، اثنين عشرات الألوف 20,000. هنا من أتقدم، كل ما أتقدم مرتبة كل ما أزيد صفر، كل ما أتقدم مرتبة كل ما أزيد صفر. يعني هنا عدي بالأربعين صفر واحد، هنا صار الصفرين، هنا ثلاثة صفارة، هنا أربعة صفارة، وهنا إذا أكو عدد يصير خمسة صفارة، والملايين ستة صفارة. هنا عدنا محلل العدد بالصورة اللفظية شلون تكون؟ شلون نلفظ العدد؟ نكتبه، يعني شنو أول لفظ للعدد؟ نكتبه أول مرة. يعني هنا من أقول أنا 25,000، رأسا نكتب هنا 25,000. خلنا نقرب الصورة. هنا الصورة اللفظية، الصورة اللفظية من أقول هنا 25,000، رأسا أكتب 25,000 و645، هنا و645. يعني شنو اللي ألفظه أول مرة بالعدد؟ أكتبه أول مرة، 25,645. هذه هي الصورة اللفظية. عندنا هنا استعمل جدول القيمة المكانية لأكتب العدد بالصورة التحليلية واللفظية. هنا عندنا قلنا أول شيء فصل الوحدات، هذه الوحدات وهذه الألوف وهذه الملايين. الوحدات بها أحد عشرات مئات، والألوف بها أحد عشرات مئات، والملايين هنا بها أحد، حسب العدد اللي منطينيه. هنا عندنا الصورة اللفظية. هسه إيش قد العدد بالجدول الموجود بالجدول؟ 9,751,083. هنا الصورة اللفظية 9,751,083. الصورة التحليلية هنا من الحلل، 3 الآحاد يبقى 3. هنا العشرات 8 عشرات يعني 80. الصفر يعني وين ما يكون بأي مرتبة يظل صفر، هنا بالمئة صفر صفر. هسه نجي للألوف. 1 آحاد يعني 1,000، هنا نكتب ألف. هنا 5 عشرات الألوف يعني 50,000. 7 مئات الألوف يعني 700,000. هنا 9 بالملايين يعني هنا 9 ملايين. هذا هو الصورة التحليلية.
اكتب اسم مرتبة الرقم الملون باللون الأحمر، ثم حدد قيمته المكانية. هنا شلون نعرف نحدد شو نسوي هنا هذا للعدد؟ نقسمه ثلاث أقسام، يعني كل ثلاث أرقام قسم، يعني هنا 1 2 3 هذا قسم، وهنا 1 2 3 هذا قسم، يعني صارت 3 بـ3. هنا عندي يعني شنو هاي الوحدات وهذه الألوف. خلني أكتبه حتى أوضح أكثر. هنا عندنا العدد 692703، هذا العدد. شو أسوي لي؟ أقسمه ثلاث أقسام، كل ثلاث أرقام قسم، هذا قسم وهذا قسم، هذه الوحدات وهذه الألوف. مثل هنا الجدول، هذه الوحدات يعني هذا أحد عشرات مئات، هذه الوحدات وهذا قسم الألوف بأحد عشرات مئات، يعني هنا نجد 692703، هذا العدد. زين، هنا عندنا الرقم الملون هو 6، هذا هو الرقم الملون. هنا عندنا الرقم الملون 6، يقع في مرتبة يا مرتبة؟ يقع في مرتبة مئات الألوف، هاي مئات الألوف. هنا إذا كتبه بالجدول، خليني أكتبه بالجدول. هنا عندنا 3 الأحاد، هذا أول 3. هنا عندنا العشرات 0، هنا عندنا المئات 7. هسه نجي للألوف، هنا عندنا 2 الأحاد، 9 عشرات، المئات هنا عندي 6، يعني هنا العدد 6، الرقم 6 يقع في مرتبة مئات الألوف، يقع في مرتبة، هنا يقع في مرتبة مئات الألوف، مئات الألوف. زين، القيمة المكانية مالته شقد؟ القيمة المكانية شقد؟ القيمة المكانية اكتب العدد وهذه المراتب كلها اصفرها، كلها صفارة، هذه تصير المراتب، يعني كم صفر قدامه؟ 1 2 3 4 5، 5 صفارة، 1 2 3 4 5، وهذه 6، يعني صارت 600000. إذا أريد القيمة المكانية للعدد 6، أكتب 6 وهذين اللي قدامه كلهن يصيرن صفارة، اللي قدامه صارت 600000، لأن مئات الألوف هنا 600000. النقطة الخامسة، هنا العدد، هذا العدد شلون نقرأ؟ قلنا كل ثلاث أرقام نقسمها، هنا عندي 3 وهنا 3، وهنا يعني هاي الوحدات 3 وهاي الألوف 3 وهذا الملايين، يعني 8,102,335، هذا العدد. الرقم الملون هو رقم 8، نكتبه هنا رقم 8، يقع في 100 مرتبة، يقع في مرتبة الملايين، لأن قلنا هاي أول شيء 3 الوحدات وثلاثة الثانية الألوف، وبعدين وراها الملايين، يقع في مرتبة الملايين، وقيمته المكانية هي هنا 8 ملايين، قدامه 6 صفارة، هنا عدة قدامه 6 مراتب، 1 2 3 4 5 6، هذه قيمته المكانية هي 8 ملايين. هنا نجي إلى فقرة أتأكد، صفحة 15، املأ جدول القيمة المكانية ثم اكتب العدد بالصورة التحليلية. هنا عندي هذا العدد اللي هو بالجدول، بمن هنا نبدي بالملايين، 3 ملايين و9، نقص نكمله. هنا عندنا 7 بالأحاد، من نحللها تبقى 7، هنا الأحاد 7، هنا 2 عشرات يعني 20، 7 مئات يعني 700. هسه نجي للألوف، هنا عندنا 4 بالألوف يعني شقد؟ يعني 4000، 4000، هنا 4 عشرات الألوف يعني 40000، هنا 9 مئات الألوف يعني 900000، 900000. هنا ملايين، 3 ملايين، هنا نكتب 3 ملايين، 6 صفارة، 1 2 3 4 5 6، هذا العدد بالصورة التحليلية. هنا يقول حلل العدد، هنا 3,944,727، نحلله مثل هذا التحليل اللي بالجدول. هنا نبدأ بالأحاد، هنا 7، نزلها 7، هنا 2 تصير 20 لأن بالعشرات، هنا 7 من المئات يعني 700، هنا 4 في مرتبة الألوف يعني 4000، وهنا عندنا 4 في عشرات الألوف يعني 40000،
40 ألف 4 أصفار. هنا عندنا 9 مئات الألوف يعني 900 ألف، 900 ألف 5 أصفار. هنا عندنا 3 في مرتبة الملايين، هنا كم صفر؟ 6 أصفار، يعني 3 4 5 6. هذا هو العدد والصورة التحليلية. كل ما نتقدم مرحلة مرتبة نزيد صفر. اكتب اسم مرتبة الرقم الملون ثم حدد قيمته المكانية. هنا عندنا هذا العدد نقسمهم كل 3 أرقام فصل. هنا عندنا 1 2 3 هذا فصل الوحدات، هنا 1 2 3 هذا فصل الألوف. يعني هنا عندي عدد 185,003، عندي الرقم 185,003. عندنا الرقم الملون هو الواحد، هنا الرقم الملون نكتبه 1. يقع في مرتبة، يقع في مرتبة مئات الألوف، هنا مئات الألوف، وقيمة المكانية هي 100,000. 100,000 قلنا هنا الأعداد اللي قدامه، الأرقام اللي قدامه نصفرهن. هنا عندنا كم مرتبة؟ هذه 3، هذه الوحدات، وهذه الألوف، وهذه 9 الملايين. يعني هنا الرقم الملون اشقد؟ 9. يقع في مرتبة الملايين، في مرتبة الملايين. قيمة المكانية هي 9 ملايين 6 أصفار. اكتب العدد بالصورة التحليلية والصورة الرقمية. هنا عندنا العدد 4,175,529. أول شيء خلينا نكتب العدد. هنا 4 ملايين، نكتب العدد بصورة رقمية مثل ما الأفضل. هنا 4 ملايين، 4,175,529 هذا هو العدد. زين نحلله هذا العدد، نحلله الصورة التحليلية. هنا الآحاد 9 نكتبها 9، العشرات هنا 2 يعني 20، هنا الألوف العفو الخمسة بالمئات يعني 500، هنا الخمسة الثانية بالألوف يعني 5,000، هنا عندنا السبعة 77,000، 70,000 أربع أصفار. هنا عندنا الواحد في مرتبة مئات الألوف يعني 100,000، 100,000. هنا عندنا الأربعة بالملايين يعني هنا 4 ملايين 6 أصفار. هذا هو العدد بالصورة التحليلية والصورة الرقمية. النقطة الخامسة، القمر هو التابع الوحيد للأرض، والمسافة بين مركز الأرض ومركز القمر تبلغ. هنا عندنا 384,403 كيلومتر. اقرأ العدد واكتبه. هنا عندنا الصورة اللفظية، نكتبه هنا باللفظ. شلون احنا اللي فضنا نكتبه؟ يعني هنا 384,000، 384,000، 84,000. هاي عندنا 3، هاي مرتبة الألوف. هسه نجي للوحدات، و 403، و 403 هذا هو العدد بالصورة اللفظية. الصورة التحليلية، هنا عندنا نحلل، هنا عندنا الآحاد 3 نكتب 3، العشرات هنا صفر يبقى صفر، المئات هنا 4 يعني 400، هنا الألوف 4 يعني 4,000، هنا عندنا الرقم 8 80,000، 80,000، وهنا عندنا 3 300,000، 300,000. هذا هي الصورة التحليلية. أتحدث ما القيمة المكانية للرقم 3 في العدد؟ هنا عندنا العدد 1,360,488. عندنا هنا يريد القيمة المكانية رقم 3، هذا هو الرقم 3. نكتب هنا 3، وهذول الأعداد كلهم نصفرهم. يعني هنا كم صفر قدامه؟ 1 2 3 4 5، 2 3 4 5 صارت 300,000. يعني هنا العدد في مرتبة مئات الألوف 300,000. استعمل جدول القيمة المكانية لأكتب العدد والصورة التحليلية والصورة اللفظية.
هنا منطين جدول القيمة المكانية، هنا هذا العدد الأول نقرأ، شلون نقرأ؟ هنا عدد ما عدد مرتبة الملايين بالألوف، هنا نقول 824,822 هذا العدد الأول. العدد الثاني هنا عندنا 5,469,151 هذا العدد الثاني. هنا الصفحة الثانية صفحة 16، هنا هذين الأعداد اللي موجودات بالجدول 824,822. إن الصورة التحليلية ريتها نحلل العدد، هنا عندنا الآحاد 2، العشرات هنا عندنا 20، المئات هنا عندنا 8 يعني 800، الألوف هنا عندي 4 يعني 4,000، هنا عندنا 2 عشرات الألوف يعني 20,000، 20,000، وهنا 8 مئات الألوف يعني 800,000. هذه هي الصورة التحليلية. الصورة اللفظية شلون نقرأ نكتبه؟ يعني هنا 824,000، 824,000 و822 و822 يعني شلون مال لفظين نكتبه. هنا عندنا العدد 5,469,151، نحلل العدد، هنا عندنا الآحاد 1، العشرات 5 يعني 50، المئات هنا 1 يعني 100، هنا الألوف 9 يعني 9,000، هنا عندنا 6 60,000، 60,000، وهنا عندنا 4 400,000، والخمسة هنا 5,000,000، 5,000,000 ست أصفار. والصورة اللفظية هنا نكتب 5,000,000، 5,000,000، 5,469,000، ومئة 51، 151 هذا هو العدد بالصورة اللفظية 5,469,151. اكتب اسم مرتبة الرقم الملون وحدد قيمة المكانية. هنا عندنا الرقم الملون هو 9، الرقم 9 يقع في مرتبة، هنا عندنا عشرات الألوف، عشرات الألوف يقع في مرتبة عشرات الألوف. قيمة المكانية هي 90,000، 90,000. هنا عندنا قدامه 4 أصفار. هنا عندنا الرقم الملون هو 5، يقع في مرتبة الملايين، هنا مرتبة الملايين. قيمة المكانية هي 5,000,000، 6 أصفار، 1, 2, 3, 4, 5, 6. هنا إذا نريد نعد هذين القدامة الأعداد صفرهن 11، اكتب العدد الناتج إذا بدل موقع الرقمين 4 و 2 في العدد. هنا عندي هذا العدد، هنا عندي هاي الأربعة وهاي الثنين، إذا بدلت موقعهم يعني هنا أخلي الثنين وهنا أخلي الأربعة، بكم يزيد أو يقل العدد الجديد عن العدد الأصلي؟ هنا نكتب العدد الأصلي، هنا نكتب العدد الأصلي شقد هو. هنا عندنا 240,789، هذا هو العدد الأصلي. زين أبدل موقع الأربعة والثنين، يعني هنا أخلي الأربعة وهنا أخلي الثنين، يعني تصير 420,789 هذا هنا هسه بدلت. زين هسه هنا من الأكبر، من الأكبر العدد الثاني راح يصير، العدد الثاني هو الأكبر، لأن هنا بدلت بالمراتب، هنا 2 هنا 4، يعني هنا مئات الألوف، هنا عندي 2 وهنا عندي 4، يعني هذا العدد الأكبر. زين هسه شو أسوي؟ أنقص العدد الأكبر من العدد الأصغر، يعني هنا نقول 420,789 ناقص، حتى أعرف إيش قد يزيد عنه عن العدد الأصلي. هنا عندنا
240,789. نعم، ناقص 9 ناقص 9 صفر، 8 ناقص 8 صفر، 7 ناقص 7 صفر، 0 ناقص 0 صفر، 2 ناقص 4 ما يصير، هنا 2 ناخذ من الأربعة، الأربعة صير 3 و 2 صير 12، 12 ناقص 4 8، 3 ناقص 2 1، يعني هنا إيش قد يزيد عنا 180,000. يعني العدد الثاني، هنا العدد الجديد يزيد عن العدد الأصلي 180,000. النقطة 11 يحتل السهل الرسوبي في العراق ما يقارب ربع مساحة العراق، إذ مساحته 2 عدد بجدول القيمة المكانية، وأكتب العدد بالصورة التحليلية. هنا راح نكتب هذا العدد بجدول القيمة المكانية. هنا أنا عندي الآحاد صفر، هاي الوحدات، العشرات صفر، هنا المئات صفر، هذه الوحدات. هسه نجي للألوف، هنا عندنا الآحاد، هنا 2، هنا 2 يعني شنو؟ يعني 2000. العشرات هنا عندنا 3، عشرات الألوف 3، ومئات الألوف هنا عندنا 1. هذا هو جدول القيمة المكانية. هنا من أريد أحلل العدد، هنا الآحاد صفر، والعشرات صفر، والمئات صفر. الصفر يعني أينما يوجد نخلي صفر، بالتحليل يبقى صفر. هنا عندنا 2 في مرتبة الألوف إيش قد يصير؟ يعني 2000. هنا عندنا 30,000 عشرات الألوف، 30,000، وهنا عندنا 100,000 مئات الألوف، 100,000. هنا 5 أصفار. اكتب مراتب الرقم المكرر في العدد. هنا عندي العدد 8,363,205. ثم اكتب القيمة المكانية لكل رقم. يعني شنو هنا الرقم المكرر؟ منو اللي رقم المكرر مرتين؟ هنا عندي 3، وهنا عندي 3، 3 هنا أنا مكرر مرتين. عندنا الرقم الأول هو 3، هذه المرتبة الأولى يقع في مرتبة، يا مرتبة هنا عندنا في مرتبة الألوف، هنا في مرتبة، هنا نكتب مرتبة الألوف. قيمة المكانية هي 3000، 3000 هنا قدامه 3 أصفار. الرقم الثاني المكرر 3 يقع في مرتبتنا، يا مرتبة مئات الألوف، مئات الألوف، هنا عندنا مئات الألوف. قيمة المكانية هي 300,000، 300,000. هنا نحوط أرقام فصل الألوف في العدد. يعني هنا عندنا الألوف، هنا شلون جدول القيمة المكانية؟ هنا عندنا الوحدات أحد عشرات مئات، وهنا عندنا الألوف هي أحد عشرات مئات، وهنا عندنا الملايين. يعني هاي الوحدات وهاي الألوف وهاي الملايين. يقول حوط الألوف، هنا عد ايش قد بالألوف؟ 357. وين هنا 357؟ هذه هي فصل الألوف. نقطة 14 اكتشف الخطأ. كتب الدان العدد، هنا عد العدد 470,520 بالصورة التحليلية هكذا. شلون كتبته؟ هنا كتبت العدد 20 زائد 5000، خطأ، مو 5000، هنا 500 زائد الألوف، هنا صفر ما كاتبتها. يعني هنا نصحح خطأ دانة. هنا الآحاد إيش قد؟ صفر. العشرات هنا زائد، نقول العشرات زائد 20، زائد هنا 5%، يعني 500 زائد، هنا عندنا الألوف صفر نكتبه صفر، زائد هنا 7 عشرات الألوف يعني 70,000، زائد هنا عندنا 4 مئات الألوف يعني 400,000. هذا هو العدد الصحيح بالصورة التحليلية. وانتهى درسنا لهذا اليوم، ومع السلامة.